بصي يا نيلي، هي دي. تصدقي عندك حق، دي شبه اللي في المجلة بالظبط. يبقى اكيد جواها الفلوس. طب وبعدين؟ مفيش، احنا بكره نطلع لبورسعيد وانت تكلمي لنا سيف عشان يجي يودينا. لا لا لا، سيف مش هينفع، احنا سحلناه معانا النهارده، وبعدين تقريبا هو قال انه مشغول بكره. طيب خلاص مش مشكله، هكلم الواد هاني يجيب لنا اي حاجه نروح بيها. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب اوكي، انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهلك. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه بنتي دي متعبه هتغلبني. بقولك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعمل لك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي. يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتل شفت، هربت بنتل وقت. يا عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها، انا من الاول قلت لك البنت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص واحنا لاقيين الفلوس. يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده، ما انا قايل لك بورسعيد. اه لا مؤاخذه يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف، انت متضايق من حاجه؟ اه طبعا متضايق. يعني ننزل من غير شريان؟ على فكرة هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط. ماشي، لأن هو جدها زي ما هو جدك، ولا أنت عايزة تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوة بالموضوع ده. أوكي. الرجل نسي يحط لي شوجر. إيه على السخافة. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه، تسمعي مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك بجد. فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. أنا اللي مبسوط إن أنا عرفتك، وبعدين ما عملتش حاجة. ده أنت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي إحنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن شغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن إيه يا حبيبي؟ أنت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. bang bang into the room. I know you want it bang bang all over you. Unless you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bad bird to blow your mind. I came in like a wrecking ball. Michelle, fight for that white coat. Hello from the other side. I must have called a thousand times. Because I'm happy, clap along if you feel like happy.
تتفطحتي تتفطحتي وتزقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني، انا متوتر مش هعرف اسوق، اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب اتنين، واحده ليكي وواحده ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوز كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبوز الشوكليت. خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا زتموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لمؤاخذة. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كامل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. دور ايه يا هاني؟ هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. أمال شايفاك العشا مواكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكن أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلاً؟ ولا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي. وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك. يا باشا يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز، شكلك عشان جعان. طب خد خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يصحش، عند اكيد فطارك برضه. لا ما فيش مشكله، بجيب انا من اول زران. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعة شوية. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخل الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف متعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش اصل ما اعرفش، تقريبا في حاجة في شخصيتي بتخليني اتعصب فجأة وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبة. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلام من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول. داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخليش استخدم معاك العنف. انت بتغنيت، انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقف في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش سوري، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسان
انسانيا انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع، انا مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا ناسها عارف لو لابس. انا اسف انا اسف، مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه 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 فعلا هو بينفعل. لو سمحت لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا، شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ هروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جده ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي، الكنز كنز زي ما انا بقولك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده، هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس، معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا وانتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا؟ ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جده ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم، مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. ار يو جوكينج جايز؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني. استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين ولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه، اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه، فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني، فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصاً إن في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفة طبعاً، عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزة تدخل الحمام بتاعي اتفضلي، أنا ما عنديش مانع، بس يعني أنا ما انصحكيش. ليه؟ لأن أنا لسه خارج من الحمام، وبصراحة أنا يعني فطران عجة وشكشوكة. طب إيه المشكلة؟ لا مشكلة، عجة دي يعني بيجيب عجينة طعمية بجنيه ولا بنص جنيه، ويجيب بيض ويحطوا بقى على بعض ويحطوهم في طاسه زيتها قديم كده اسود. الشكشوكه بقى بيض بصلصه. ايوه صح؟ خلاص بصل وفلفل. خلاص خلاص نمشي احسن، نمشي. لا 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 استنى استنى، هو يقدر يمشي، انت هتستني معانا شويه. ليه؟ لان انت معكيش بطاقه ولازم تجيبي حد يضمنك. طب حضرتك ممكن اضمنها انا؟ انت هتهزر يا ابني، ما انت ممسوك معاها. مش حضرتك لسه ماشيين دلوقتي؟ خلاص اجي لك اكني لسه جاي، اضمنها عادي ما فيهاش حاجه. بقول لكم ايه، انتوا بجو الكرتون اللي انتوا عايشين فيه ده انا ما اضمنكش انت اساسا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك تشوفي اي حد تعرفيه هنا في بورسعيد تجيبيه يضمنك. لا 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 مش قادره، اي ونت بي، مش قادره خلاص. اظن انا بقى كده عداني العيب وازح، جيت لك وضمنتك وخرجتك. ايدك بقى على العدد. انت ليه عايزه العدد؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ طبعا مش واثقه فيكي، واعملي حسابك من النهارده لحد ما نلاقي الفلوس العدد ده هيبقى معايا انا. شاري حبيبتي، انت لسه فاكره ان انا هربت منك؟ انا غلطانه بجد، انا غلطانه ان انا ما صحيتكيش، كنت نايمه كده وغلبانه قوي فصعبتي عليا، قلت اروح بسرعه وارجع لك. صح يا سيف؟ صح، صح طبعا. قالت لي عد عليا قبل ما شاري تصحى بدري وطلعت الفلوس كلها. شفتي بقى؟ طلعت خايفه عليك اهو، بطلي ظن بقى. انا اول لما شفتها قلت لك يا بنتي دي بنت اصول، لا يمكن يطلع منها الحركات دي ابدا. ثانك يو. انت يا دوب رجعت للكيمياء ولا ايه؟ امال مين اللي كان طول السكه عمال يسخن فيا ده؟ لا انت بتتخانقي لوحدك، دي مشكلتك، انا ماليش دعوه. لا يا جماعه مش هنقعد نهري هنا طول اليوم، انا هموت وادخل تواليت والا كده يعني هزريت الدنيا. طيب ما يلا يا جماعه نقعد على اي كافتيريا على البحر، يعني اللي عايز يفطر يفطر، اللي عايز يزريت يزريت، اللي عايز ينزل الميه ينزل الميه. في بنانا بوت؟ في بس غاليه شويه.
ادفع 150 جنيه هديك 500 لا لا لا, لا, لا انا مش هستناكوا خالص انا مش قادره استحمل بابي العدد اتفضلي ما تهزرش يا هاني يعني انت كنت بتمشي في المنطقه وانت صغير من غير بنطلون امال استنى يا عم سيف لما حد يشد لي البنطلون لا ناصح معلش ثانية واحدة عشان مش أول مرة يحصل لي الحركة دي حضرتك مش سايبة كلينكس جوه ليه؟ إيه ده؟ جايز أخيراً أخيراً دخلت التواليت بس الحمام غريب قوي ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن بقول لك إيه معاكي أنتي بكتيريا؟ أنتي هبلة يا بنت أنتي وأنا همشي بكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ أنا ما قلتش بكتيريا إيه ده؟ لمع باشا لمع لا لا بسكوتش معلش المره الجايه يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه معلش المره الجايه المره الجايه طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي تعالي جنبي بقول لك ايه بقول لك خش على الباشا بيحب الفلكلور ده هو اتلمع يا باشا خد لما علي النضاره دي مبصمه عايزها نفس اللون ولا غير لك لونها المهم اشوف بغض النظر خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه بجد اه والله ماشي انا موافق المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه هنخش المينا بقى ازاي بقول لكم ايه انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط لا ما نعرفش تعرف انت انا بص انا ليا اتنين صحابي ظباط واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث ما حلو المباحث ده لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا طب يعني ايه هنروح يعني ولا ايه احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز اقسم بالله كنت متوقعه منك تجننت يا بنت ولا ايه عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه ثانيه واحده بس مين عبد العزيز ده ايوه صح مين عبد العزيز ده قريب ابن خال امي امين شرطه هنا في بورسعيد بس كان عينه مني عينه منك يعني ايه يعني كان عايز يتجوزني بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح ايه المشكلة انك تكلميه؟ مشكلة انه عيل لازق كده وملزق معلش يا شريهان لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه هو ايه اللي لو هينفعنا بتقولي ايه؟ وانت مشكلتك مع انه هو لازق وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صح انت ايه مشكلتك؟ شات اب انت مين؟ لا مؤاخذة هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها يعني عينه فيها أصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابها لك انت شربتين بس يا عم انت خليك في حالك خليك مكاني يا عم سيف ايه؟ دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش تسلم يا نخوة سيف ايه صح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتني عن الاجابة طيب؟ هاني مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ لا الحمد لله عندي ثقة وكرامة وكل الحاجات الحلوة دي بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي الكلمه دي عيب لا خالص طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر فلوس فلوس ايه بيعمل ايه في حياتي ده بيعمل ايه بيلمع ركبي ما خلاص يا عم هتلمع في خادي لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت بوت ما انت كده انت جاي بتعزف على رجلي معلش يا استاذ نيلي خليها فرصه ثانيه ان شاء الله وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله نحله ايه انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني انا ما قلتش نحله اصلا من الاخر كده يا جماعه اشوف لكم حل تاني شوشو مش هتكلم عبد العزيز هاني فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو وهتجيب عربيه وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية أيوة الدخلوية وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتوب عليه السقف اللي مش هنتقلب وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن من الطواجن للتحرير طواجن إيه؟ طوابق whatever هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى وافق بقى وافق وافق والنبي والحلو والنبي تبسم للنبي للنبي تبسم خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه هكلمه يا دبدوبي كلميه بس انت اصلا معاكي نمرته ما مسيفه عندي متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله ما هي دي الشريحه القديمه اصلها اهي الو ايوه يا زوزو اي عبد عزيز ازيك الحمد لله وانت كمان وانت كمان ايه قال لك ايه قال لك ايه وانت كمان وحشني قوي عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني مش فارق لي قوي
بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانيه واحده، احنا هنروح كلنا، انا بعد كده كل خطوه هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبه. Whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هديه كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. بقى حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحة علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذة، اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافة. ايه ده؟ سيف بقولك ايه؟ ممكن تطلب لي حاجة اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجة بقى بليز. اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تان، حد يستعجلهن؟ ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما حشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي. مفاجاه صح؟ معاك بطاقة؟ يالا مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع يا ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تسأليش على الزوز ولا حتى تسألي على خالتك. معلش بقى. ناسية لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج أطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. وايه اللي طفله؟ مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز؟ ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يالا. امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحة كده. يا سلام، ده انت الغالية تأمريني، ده انت جاي من سفر. ثانية واحدة، تأخر يالا. اتفضل يا عماد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذة قلبها مضيافة بس، دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوة. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوة. مظبوط. قهوة مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، أنا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخلية أنا شاكك إن هو قنبلي. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الأسمر اللي تحتك. أنت ما بتعرفش توطي ولا إيه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبلي، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. اشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري، هنموت هنموت. يالا اجري. عارفه يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفه يا نيلي أول مرة، عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكرة أنا ما بهزرش، وعلاقتنا أصلاً ما تسمحش بالهزار. طب أنت ليه قفشت؟ أنا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجة يا خروف. على فكرة ده عاكسني وشتمك. لا على فكرة ده عاكسني أنا وشتمك، لأنه قال يا جامد مش يا جامدة.
هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمة يبقى المشكلة اكبر بكتير. انا مش مبسوط، هو شايفني جامد لكن انا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجة، سيب النعجة يا خروف، فانت الخروف لان النعجة دي اكيد هي البنت. ما انت النعجة يعني شتم زي ما انا قلت. اي بس هو يشتمني، انت سايبه يشتمني يعني؟ خد يلا يلا، انت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا خد. والله اهو خروف قوي، نعجة قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركة دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكرة انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكة دي؟ جر يالا، ما عرفنا انك ظابط خلاص. خلاص نيلي نيلي خدي يلا. ده بقى عبد العزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيرة بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيرة بتاعتك أنت؟ شفت الزمن يا أستاذ عبد العزيز؟ أنبليفبل. إيه؟ فعلاً يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد العزيز أنا واقفة. لا مؤاخذة يا بنت خالتي. طب ما تقعدوا يا جماعة، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوة. لا على فكرة في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه يا دي المعلومة الجوهرية دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوة. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي، قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوة، انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوة المانو وميه سقعانة. ميه ايه؟ سقعانة. انت بتضحك عليا. ميه سقعانة. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شدة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي. يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصلا أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة. ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا عبد العزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احلى القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مانو ولا ما القهوجي هم تساله هو؟ يا دي انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهوجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوه لك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين، بس انا هظبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ دو سمثينج. لا هتشتم بالام ادوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمه يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ انت تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعه قولوا شفته؟ عندها حق على فكره، هو لزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟
اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقف اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجه يا خروف. زي ايه يا عم كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ انا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. ايوه كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. وات ايفر. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسأل عليها افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي، انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والتواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمة تانية وهديكي بالقلم على فكرة، أنا مش بتكلم كده يا ستي. هو أنت هتتجوزي بجد؟ إحنا بنقولك يعني سايسيه كدهوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتيش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي ابوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك. وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. اوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟ ضعفتي ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ الو. ايوه يا عبد العزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد العزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور وزي ما تكون كده. ايه لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد العزيز. معذوره برضو وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السكر. المهم يا عبد العزيز هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه؟ الموضوع فيه يجي اربع خمس ايام. اربع خمس ايام ليه؟ انا اقول لك انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها، طلع محجوز عليها. وهو برضه اربع خمس ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه. عشان الواحد يخدم بقلب. وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. اه قول كده. اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو انا نيلي. مش محتاجة تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انتي اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعة؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انتي ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجة قليلة يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونة، بس انتي يعني عارفة يا نونة. ايه نونة دي؟ لا يعني بقول لك نونة بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونة، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه؟ ده انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه هو يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم.
لا 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 استني عندك واظبط الكلام. انت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقولها يخلص حواري يخلصه. طب ايه رايك بقى انت بكره بالليل عند بوابه المينا، ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكم. ثانك يو. ثانك يو على ايه؟ انت في ديك الساعه لما اخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهارده؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت انتي، انا اتخنقت من العوجه اللي انتي معوجاها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوته؟ الراجل اللي هناك ده عامل صوت غريب كده بزوره، وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتف في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي اعصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم. لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان تاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا ما اقصدش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلع مش شبه اربعين. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا غريب قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه تحفه. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي. مش كفايه ان انا رديت ابات معاكم في الاوتيل ده؟ كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مززه. ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده؟ هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقية ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. منور يا معلم سيف. ده نورك يا هاني. هاني واحنا قاعدين في فندق ولا قاعدين في القصر العيني؟ ليه اشمعنى؟ اشمعنى ايه؟ وبعدين بص حاطين له اباجوره، ده يحط له قسطره جنبه. مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه. انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. هاني. نعم. ممكن تيجي انت مكانه وتنام هو مكانك؟ ايه العشم ده، هو خالي عشان اقوم واجي انا مكانه. بدل. تعالى بدل مكاني. يعني انت متخلف. انا اجي مكانك مش انا اجي مكانك؟ ما هي بقى نايم هو في النص. انت ايه مشكلتك؟ انا مشكلتي ان هو باصص لي اتجاه وشه في اتجاهي انا، يعني باصص لي انا. يعني انا نايم بالليل لو قمت فجاه لقيته باصص لي رعب قوي يا هاني. ما تقلقش، هو اكيد هيتقلب وهيبقى باصص لي انا. انت تعرفه؟ اعرفه منين يعني؟ ما انت عرفت منين هو هيتقلب. طبيعي يا ابني، واحد بينام بيتقلب. هو في ايه هيحصل؟ في ايه؟ وانا بقول لك هيتحول، بقول لك هيتقلب. هيتحول؟ هو ناقص يتحول؟ هيتحول تاني؟ بقول لك ما تقلقش ما تقلقش، هو الدكتور هيجي الصبح وهيقلبه هو. بقول لك يا سيف. ايه؟ انت مش هتقوم تقلع ولا ايه؟ ايه؟ مش هتقوم تقلع؟ انت ازاي تقولي كده اصلا؟ انت ايه يا عم اتخضيت ليه؟ احنا ولاد زي بعض على فكره. ما تقولش جمله ولاد زي بعض، ما تقولش احنا ولاد زي بعض، عشان الجمله دي هي ما تقولهاش. البدايه بتبقى بالجمله دي. بدايه ايه؟ مش قايل طبعا، مش هقول لك. هتنام بهدومك؟ انام بهدومي. هتتكرمش؟ ما تتكرمش.
ما تتكرمش يا اخي. هو انت هتتكسف تمشي معايا وهدومي مكرمشه؟ طب عشان خاطري قوم اقلع. يوه ما تخليك في حالك يا عم. عشان بتزعق. انت اللي مزعقش، انت اللي نرفزتني. طب انت بص بيعمل ازاي. ربي كان كويس انت اللي قعدت تزعق على فكره. البس دي ولا البس دي؟ حلوه الخضر عليكي دي. هو انا بسالك انت يعني انا مثلا نيلي مكاوي هاخد رايك انت في لبسي؟ مش انت اللي بتكلميني دلوقتي. انا بفكر بصوت عالي. هلبس دي. نيلي نيلي بقولك ايه نيلي. اوف على الفصلان. ايه ما جبتيش غيارات؟ ما جبتش السان سكرين بتاعي. طب انا معايا سكرين. انت عارفه اصلا انا بتكلم عن ايه؟ السكرين. السكرين ده اللي هو بيتحط في السكر مع الشاي، ده اللي هو عشان تخليك سليم كده. اسكتي اسكتي خالص لو سمحتي، خليني ادور براحتي. طب ان شاء الله بس لو دعبستي كويس هتلاقي السكرين بتاعك. I hope so. نيلي هو انا لو طلبت منك طلب تقولي لا؟ اكيد لا. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا عارفه انت عايزه ايه. طب عايزه ايه؟ عايزه تلبسي بيجاما من بتوعي. ايه ده بسم الله ما شاء الله، ده انت ذكيه ولماحه. انا مش لماحه، انا بعرف اقرا الناس. يعني انت قريتي ان انا ما ينفعش انام بالجينز؟ ايوه، ومش هديكي حاجه على فكره. وبعدين هو انت مش بتتريقي عليا وعلى شنطك كتير وحاجاتي كتير؟ زلت لسان. غلطت يعني اللي غلطت؟ وبعدين احنا بنات عم واول مره نتجمع في الغربه، اديني بيجاما. سوري مش هديكي بيجاما. ماشي ماشي انت حرة. على العموم القماش ده اسمه فيزون، وفي من تحتيه بادي كارينا بيبقى مقمط على الجسم، الاتنين ما بيمصوش العرق. وانت حرة بقى تستحملي ريحة حضنك بكرة في العربية وافضل قاعدة جنبك. بس 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 بليز اتفضلي البسي دي. شكرا جدا. شكرا. بقولك ايه؟ نعم. لو فاكرة ان عشان انا اديتلك بيجاما من عندي هديكي لبس تخرجي بيه بكرة، انسي. انا ما طلبتش منك لبس، عشان انا هغسل لبسي وانشره بكرة يبقى زي الفل. Whatever. على فكرة لو ما لقيتش السان سكرين بتاعي انا مش هنزل قبل الساعة 4، انا كده وشي هيتحرق. على فكرة انت مكسوف تقلع عشان ما عندكش شعر في صدرك. لا عندي شعر في صدري، عندي 8. اعدهم لك؟ لا ورهم لي. لا اوريهم لك دي لو نزلنا المايه سوا. طب اخرج وتقلع انت براحتك. هتخرج ايه؟ هتخرج وتسيبني معاه لوحدينا وانت مكسوف؟ مش مكسوف يا هاني، خلاص بقى. طب امسك ولع. ما بدخنش. امسك ولع. ما بدخنش يا ابني، احنا اولاد زي بعض. بص هو اولاد زي بعض، اول ما تقولي اولاد زي بعض بتطلب مني حاجه عيب بعديها. عيب ايه؟ انا عايز ابسطك، عايزك تبقى قاعد مبسوط كده. انا مبسوط يا عم. طب مبسوط. امسك ما تطلعش عين امي بقى. ايه ده؟ لو راجل خدها منه، لو راجل خدها منه. كان اللي مديها له اصلا. مديها له ايه؟ هو قام خدها منك غصب عنك. صباح الفل يا عم الحاج. ايوه كارك بقى. شد شد. ايوه لا لا قول لي بقى يا عم سيف، انت ونيلي ايه النظام؟ نظام ازاي يعني؟ يعني شايف كده في ود واستلطاف ما بينكم، وبعدين انت سايب دنيتك وماشي وراها ليه؟ طب ما انت سايب دنيتك وماشي ورا شريهان ليه؟ طب عبيط يا ابني ولا ايه؟ شريهان دي خطيبتي، وبعدين احنا متفقين افضلها نفسي مقابل ان اخد 10% من المصلحه. هتاخد من خطيبتك 10%؟ قليل صح؟ طب ايه اخد 30؟ انت متخلف؟ دي كده متاجره بمشاعرها. اسم الله عليك، متاجره والتجاره يعني تجاره شطاره. انت بقى اتفقت مع نيلي على كام عشان ابقى فاهم انا اتضحك عليا ولا لا؟ انت عايز ناخد منها فلوس؟ انا راجل نبيل، راجل معطاء. يعني ايه معطاء؟ معطاء يعني مش في محتاج. في معطاء يعني المحتاج، وفي معطاء. المعطاء يدي المحتاج. المعطاء ده ايه؟ عكس محتاج ولا ألعن ولا ايه؟ يا عم انا بساعدها من منطلق الاخوه والزماله. اخوه وزماله بس؟
يعني مفيش هق ومق وتربق؟ لا مفيش هق ومق، لكن يعني ايه تربق؟ مش فاهم. يعني مفيش ملغيه، تليفونات تشحن لها كارت ب10 ترد عليك بكل تون، مفيش حب يعني؟ حب للاسف لا. عارف يعني، عارف دي اللي دي انسانه جميله ورقيقه، وساعات بحس انها قريبه مني، يعني بحس انها انسانه رقيقه ومشاعرها كده بتهفف. انتوا تشوفوها متعجرفه متسلطه، لسانها طويل، لكن هي في الاخر، في الاخر، في الاخر بيمرر. لا بيكحح. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ما بشربش سجاير. ما تخافش، ما دي مش سجاير. امال ايه ده؟ هو انت ما شربتش حشيش قبل كده؟ حشيش؟ شريهان. نعم. ممكن اسالك سؤال؟ ها. ليه يا حبيبتي اصحى من النوم الاقي الفيو حبل غسيل؟ ما تنشري في الحمام. اولا الحمام ضيق، يعني مش مكفي هدومي، انشر فين انا؟ على فكره الحمام مش ضيق خالص، انت اللي هدومك كتير قوي، مش معقول بني ادمه تلبس كل اللايرز دي فوق بعض. انت هتحسديني ولا ايه عشان لبسي كتير؟ وبعدين يا استاذه يا بتاعه الفاشون، مدام امينه شلبايه قالت انك لما تلبسي طبقات كتير ده من ضمن الموضه، يا جهله. I doubt ان الست قالت كده، انت اللي من جهلك فهمتي غلط. متحاسبي بقى يا حيوان، انت هتوسخيني بقى. بنت انت اتمسي وقولي يا مثل البتاعة دي مبلوله، ممكن اكتم بيها نفسك زي الخاله امونة عادي ولا تفرقي معايا. خلاص انتهينا. استغفر الله، انا حتى مش عارفه اشوفها فين. شريهان. نعم. انت هتنشريها هنا جنبك كده وانت نايمه؟ انت خايفه عليا يا نيلي لابرد؟ لا ما تخافيش، الشمس هتدخل الصبح وهتشفط كل الكمكمه دي. على فكره انا اكيد مش خايفه عليكي، انا خايفه على البيجاما بتاعتي اللي انت لابساها. استغفر الله العظيم يا رب، صبرني. نامي نامي. الحقني يا هاني، الحقني يا هاني. انا بموت بموت. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت زي الفل والله، انت خدت نفسين بس. مش قادر اخد نفسي، بس انا اخد نفسي. ما انت عشان كاتم نفسك شيل ايدك يا حبيبي. انت بتلعك وراك ليه؟ بتلعك ليه دلوقتي؟ بس انت هو جاي من الشغل تعبان، بتضحك ايه؟ مش قادر اخد نفسي يا هاني. معلش، انا اللي بيحصل لي يا هاني؟ انت اللي شربتني حشيش. لا مش انت، انت اللي شربتني حشيش. بتشربنا حشيش ليه؟ I am sorry. انا اسف. انت هتعمل لي كيوت، هتعمل لي كيوت دلوقتي بعد ما موتتني. اهدى اهدى. نفسي هاني. على فكره انت عامل دماغ حلوه جدا، حاول تستغلها. الناس بتدفع دم قلبها عشان توصل للي انت فيه ده. دماغ حلوه ازاي؟ انا خلاص، انا مش حاسس بنفسي. انا وشي منمل يا هاني، انا مش حاسس بوشي. انت شايف وشي يا هاني؟ موجود اهو. وشي منمل يا هاني؟ هو انت شربتولي ايه، مبيد حشري؟ لا لا لا، وشك منمل عشان انت سكر يا حبيبي. اهدى 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 اهدى. على فكره كيف ده اصلا وهم؟ وهم ازاي يا جماعه؟ مش وهم ولا حاجه. والله وهم. انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. ايدي ما بتتحركش. اتحركي بقولك، اتحركي اتحركي يا ايدي. وانت هتتفرجي عليها، هتتفرجي عليها، خليها تتحرك. معلش مش قادر. معلش اهدى اهدى. انت عارف انت عشان بس كاتم على نفسك، لكن انت لو قلعت هدومك انت زي الفل. هو انت عايز تقلعني وخلاص؟ انت بتشربني عشان تقلعني؟ مش هقلع، انا مش هقلع. اصحالي وقوم من نومك، قالوا النهارده تولع نار. هنقول على غيط العنب، على الرجاله وعلى ابطال. اضرب جامد ما تهزر، في المعركه بنخش نجزر. ده اللي يفكر يعدينا، راح نطلع حمامه بزمه. هنقول على غيط العنب، اسمع سافه واكتر واكتر. شوف بيك لبك بتغني وخمس علينا.
شريهان انت نمتي؟ اه. امال بتردي عليا ازاي؟ هو انا كده برد وانا نايم. طب بقولك ايه؟ تفتكري الفلوس بتاعت جدو ميكي قد ايه؟ يعني مش اقل من 100,000 جنيه. ايه الرقم المتخلف ده؟ ده ماما ميمي بتقول انه كان مالتي مليونير. ازاي يعني مالتو مليونير؟ يعني ما ينفعش. يعني كان عنده مليونات كتير قوي، كان عنده فلوس زي اللوز. الرز. ايوه صح، الرز ممكن يبقى عدده اكبر. طب يلا يا عروسه يلا نامي عشان هنصحى بدري. اوكي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نيلي مالك يا نيلي، انت طلعتي مجنونه ولا ايه؟ ما تخافيش انا بعمل مديتيشن. ايه الكومبينيشن ده؟ طب اجري اجري بسرعه على الحمام لحسن تعملي كومبينيشن على الملايه تغرقيها. يا بنتي مديتيشن مديتيشن، يعني عارفه اليوجا والحاجات دي؟ طبعا عارفاها، بتاعت صباح الخير يا مصر. هوب 2 3 4 مشت 2 3 4 شد 2 3 4 مش هي دي؟ مبدئيا اليوجا مش هوب 2 3 4 خالص، اليوجا دي حاجه تانية والمديتيشن حاجه تالتة، بس انا قلت لك عشان هما الاثنين من نفس السكول يعني. ايوه اللي هو ايه يعني؟ بصي مديتيشن يعني التامل، يعني ان انت تركزي كل افكارك واحاسيسك في بوزيتيف ثوت، في حاجه ايجابيه، وتفضلي تركزي 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 قوي لحد ما توصلي للزيرو ثوت وتبقى دماغك فاضيه ما فيهاش اي حاجه. طب ما انا اساسا دماغي فاضيه ما فيهاش اي حاجه من غير ما احزق بالزيرو ده. مش قصدي فاضيه استفها كده، قصدي فاضيه يعني كلير، صافيه، عندك سلام داخلي، ريلاكسد لحد ما اللي تتحكم فيكي وترجعي لها في كل حاجه نفسك العليا. يا حبيبتي يا نيلي، انت طلع عندك عليا ومخبيه علينا طول الفتره دي. فكرتيني بنشوه، الله يمسيكي بالخير يا نشوه، كانت عامله زيك كده بالظبط، بس هي بقى كان عندها عليا وسفلى، بس دي اللهم احفظنا نص شعرها اليمين وقع وكلت عيالها. والله يبارك له عم عطيه خادم الجامع، هو اللي طلع منها العليا والسفلى كله. ايه يا بنتي اللي بتقوليه ده؟ انا ما عنديش عفاريت. صدقيني يا نيلي انت مش حاسه بنفسك، هو ده قرينك، قرينك اللي جواكي اللي كان بيضحك زي نشوه بالظبط. لو كنت ببقى قاعده معاها في الكافيه فجاه الاقيها بتضحك، بس الضحكه بتاعتها ايه بقى؟ ايه خشنه؟ ايه ده السفلى عشان انت العليا. يا حبيبتي انا كنت بعمل نوع من المديتيشن اسمه مديتيشن الضحك، يعني ان انا افضل اضحك اضحك قبل ما انام عشان اطلع كل النيجاتيف انرجي اللي جوايا، ولما اصحى برضو اضحك قوي عشان اخد بوزيتيف انرجي. على فكره الاكسرسايز ده لو قعدتي تعمليه لمده 3 شهور انت مش فاهمه الناس هتقولك ايه، كل حد هيشوفك هيقولك شريهان ازاي حلويتي كده، ازاي وشك بقى منور وجلوين كده. 3 شهور حلو فيهم؟ ايوه. ده انا لو وظبت اسبوعين بس على ماسك جنين القمح مع صفار بيضه هيبقى وشي بدر منور كده، هبقى شبه مدام ميادة الحناوي. شريهان لحد حناوي وهنوقف الكلام بيني وبينك، من فضلك نامي بقى واطفي النور، فصلتيني حيوانه. انت بتعملي ايه؟ بعمل كومبينيشن. مش قادر اعملي اعمل بيبي. يا هبله يا بنت الهبله. استنوا بقى لما اكلمه. الو. ايوه يا عبد العزيز، انت في المينا؟ احنا واقفين عند البوابه اهو. خد نيلي عايزه تكلمك. انا مش هكلمك. خدي خدي. ايوه يا زيزو، انت كمان وحشتني قوي. احنا مستنيينك. Can't wait to see you. ده مش فرنساوي على فكرة، ده انجليزي. باي. لزج وغبي ومشل ومعصب. بصي يا نيلي، احنا هنركن بعيد عن المخزن وندخل كلنا جوه وانت تفضلي مع عبد العزيز. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ تسيبيني مع عبد العزيز ده يعني ايه؟ انت عارفه لو حد عرفه شافني وانا واقفه معاه وافتكرني صاحبته هيبقى شكلي ايه؟
ده اللي همك؟ لا بقولك ايه، انت لازم تفكي كده، لازم تلهيه عننا عشان ندخل ندور على الفلوس، والا هنلاقيه بينطلنا كل شويه ويشوف احنا بنعمل ايه. لازم تمايني مع الراجل وتديله ريق حلو، وما تسالينيش يعني ايه ريق حلو عشان مش عايزه اقرف. ما انا مش فاهمه يعني ايه اديله ريق حلو. يعني تاخديه على حجر كده. اخده على حجر ايه حيوانه انت يا ستي؟ انت فاهمه غلط على فكره، هي مش قصدها اي حاجه عيب، هي تقصد يعني ان ده راجل حياته قاسيه وممله، فانت يعني تدلعي عليه وتتهاوني وتوري له مثلا حته من الكتف، حته من السمانه، حته من الورق. ايه وسمانه ايه يا قليل الادب؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي انسانه محترمه، مش معنى ان ابوها محبوس معنى كده انها تبيع نفسها. ابيع نفسي ايه؟ متخلف انت كمان يا جماعه، انتوا فاهميني غلط على فكره ومكبرين الموضوع. انا قصدي يعني اننا مش عاملين كل دهوت عشان الفلوس. خلاص ما تجوش بقى دلوقتي وتعصلكوا، خلاص خلي خطيبتك بقى تبين الدبوس والسمانه. ولا مالكش دعوه بخطيبتي ولا بدبوس خطيبتي. وايش معنى انا؟ مش معنى تحب بقى اقول لهم بقى مين امبارح اللي كان مبين ورك وصدر ودبوس؟ عم سوبرمان. بس ايه اللي حصل امبارح؟ تخيلي يا نسا نيلي واقف على طرف السرير ومصمم ان هو بس مفيش حاجه حصلت امبارح. هتبيع نفسك؟ اكيد مش هبيع نفسي. وما تتوهش، ايه اللي حصل امبارح؟ انا مش بتوه، انت اللي بتتوهي عشان انت عايزه تبيع نفسك. بس خلاص عبد العزيز جه اسكتوا. حتى مشيته كارثه، شاروخان قوي. وبعدين هو لابس نظاره ليه بالليل؟ عامل ليزك؟ يا سلام، هتبقي زوجه رجل مهم. يا انت قاعده قدام عشان تبقي اول واحده تشوفيني. شفت بقى؟ طب خشي. انت هتعمل ايه؟ هقعد جنبك عشان ما نزنقش الجماعه ورا. هو عشان ما تزنقش الجماعه ورا هتقعد على رجلي؟ لا يعني انا سفيف، بس خديني جنبك. سفيف ايه؟ هو ميكروباص؟ انا اسف ما اعرفش انها واخده اتنين قدام. هقعد ورا وعيني عليكي. اوكي خش جوه بس عشان نزل قريبا. ادخل يا سامي. اهلا اهلا. افتح يا ابني. فل على الباشا. بس هنا يا اسطى سيف. بس اتفضلوا. ورا الجهاز العملاق ده هو المخزن اللي بتدوروا عليه. متشكرين قوي يا عبد العزيز، تعبناك معانا. خليك انت بقى هنا عشان تراقبنا الجو لو في حاجه تقول لنا. وانت يا نيلي خليكي هنا مع عبد العزيز عشان تونسيه. طبعا انا تحت امر عبد العزيز. طب يلا يلا بينا احنا. هتبيع نفسك يا نيلي؟ بس بقى بطل. خلاص ما تزبلوش العربيه. اوكي يلا امشي. شريهين خلي بالك على الجاكيت بتاعي، اوعى يحصل له حاجه. هاي زيزو، تحب اونسك هنا ولا اونسك في العربيه؟ والله سؤال محير. اخاف اقول لك ونسيني هنا يطلع الونسه في العربيه احلى، اخاف اقول لك ونسيني في العربيه يطلع هنا احلى. طب ما تيجي نجيب العربيه هنا وتونسيني هنا في العربيه. انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى ترمي هنا. الحلو وقع يا معلم. ممكن تبعد عني شوية؟ يا سلام من عيوني. لا يعني خلي في سبيس بيني وبينك، فاهم يعني ايه سبيس؟ ايوه فاهم طبعا، ما انا عندي كمبيوتر، سبيس يعني مسطرة. المخزن اهو. يلا يلا. الكنز بقى في انهي علبة في العلب دول؟ وريني كده حياتي. الكونتينر اللي مرسومة في القصة مكتوب عليه رقم 19، يعني الكنز في كونتينر هنا مرسوم عليه رقم 19. لا لا لا، احنا ندور على المكتوب عليه رقم 19. انت غبي؟
ما انا لسه قايل كده، ما تعملش نفسك ذكي، انت غبي. غبي بس عملي، انت عمال بتتكلم بس. يوه، احنا جايين ندور على كنزي، يعني مش فاضيين لعب العيال ده. يلا. يا سامي ايه يا عم خضتني؟ انت خضتيني. ممكن تشيل الكشاف ده من على وشك عشان شكلك مرعب قوي. بتخاف؟ بس ما تخوفنيش، ما ترعبنيش، مش ناقص انا. طب بقول لك ايه، لقيت حاجه؟ لا ما لقيتش اي حاجه ولا انا. طب فين هاني؟ مش عارف. هاني هاني انت يا زفت. ايه لقيتوا حاجه؟ لا. وانت؟ لا مفيش حاجه. طب كملوا كملوا. ماشي. بس أنا واخد على خاطري يا بت يا نونة. أولاً أنا مش بت ومش نونة، يعني إيه واخد على خاطري؟ يعني نفسيتي تعبانة. Good for you. خدت والله، خدت good for you وبنادول كوند فلو، ما عملوش حاجة مع نفسيتي اللي تعبت منك. ليه يا زيزو، هو إيه اللي حصل؟ ببعتلك طلب صداقة على الفيس وانت ما تقبليهوش. أنا ما فتحتش فيسبوك من امبارح، معلش أنا أسفة. لا يبقى افتحي وبصي على الكومباوند بتاعي. أبص على إيه؟ الكومباوند. أنت ما عندكيش كومباوند على الفيس؟ هو اللي على الفيس ده اسمه كومباوند؟ آه معروفة. واللي على انستجرام كومباوند برضو؟ واللي على تويتر. أما اللي بنسكن فيه اسمه ايه؟ لا ده بلوكات. يبقى بس افتح الكومباوند هتلاقي صورتي وانا عامل كده وكاتب عليها امين الاحزان. الف سلام عليك. انتوا ايه فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. يوه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استنيه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت. ياه، ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه. انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياض ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياض كناتر ياض، مالك طاري كده ليه؟ كناتر زي الكناتر الخيرية. حلوة يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعال. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس.
انسيها ما تكبتيهاش. بس نديك على وشك. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اخش اطمن عليهم. يا ناس زيزو ازيها؟ بس مش الدرجة دي. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا امسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهوت. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما احنا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا واد يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مترب قوي. ما لازم يبقى مترب. انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ده أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك أنت جمهان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده أنت وهو. وخلينا أتنقل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه. لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة.
هنخلص النهارده؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فين؟ فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل؟ لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو، اتحرك. هاني استنى يا هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شوية شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لازبط لك حتة شغلانة. متشكرة قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى علي، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليك باقة النت وهدلعك كومبوت. كومبوت؟ انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربة عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده، هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاج ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاج ابوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعه. ايه ده، ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه، كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسليه.
متخافش يا سيف. اهدى اهدى. على السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق؟ لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق؟ عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي